هل يجوز التسمية بأسماء الكفار إذا كان معناها حسن؟ يجوز إذا كانت الأسماء حسنة، فالأسماء الحسنة ليست حكرا على الكفر. وأقول بالله تعالى التوفيق، أقول بالله تعالى التوفيق، إن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سماهم أهلهم، سماهم أهلهم، وأقر الإسلام كثيرا منها، بل جعل بعضها أو كان بعضها أحب الأسماء إلى الله. فعلى سبيل المثال أبو بكر، ما اسمه؟ اسمه عبد الله بن عثمان، عبد الله بن عثمان، عبد الله بن أبي قحافة، وأبو قحافة اسمه عثمان، هذه كانت اسمهم في الكفر. علي بن أبي طالب، من سماه علي؟ أبوه أبو طالب سماه علي. وهكذا أسماء كثيرة. أكثر الصحابة، عمر من الذي سماه؟ سماه أبوه، وكان أبوه كافرا. نعم.